سادتي الأحبة، بقلوب مؤمنة وبقضاء الله وقدره، نعت الأوساط الرياضية هذا اليوم رحيل الأستاذ الدكتور عياد العزاوي، لاعب المنتخب الوطني السابق بكرة السلة والأستاذ لمادة كرة السلة في كلية التربية الرياضية. عياد العزاوي الذي وافته المنية يوم أمس في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية، حيث يعمل مدرسا في جامعة الشارقة. الراحل مثل المنتخبات الوطنية بكرة السلة في عقد الستينيات، وعمل أستاذا في كلية التربية الرياضية بجامعة بغداد لسنوات طويلة. تخرج على يديه الكثير من نجوم الرياضة العراقية، كما وعمل في العديد من الجامعات العربية. انتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 75 عام إثر صراع مع مرض عضال. عياد العزاوي من مواليد 44، تخرج من كلية التربية الرياضية سنة 67، وعين معيدا في الكلية لتدريس مادة كرة السلة. كان لاعبا لفريق الكلية، ثم لاعبا لفريق الجامعة، ولاحقا لاعبا للمنتخب العراقي. حصل على شهادة الماجستير من جامعة أنديانا نابولس أمريكا، ثم الدكتوراه من بولندا، ودرس في الكلية مادة كرة السلة والتدريب ليدرب الجامعة ثم منتخب العراق، ليصبح عضوا في الاتحاد العراقي لكرة السلة، ثم معاونا لعميد كلية التربية الرياضية حتى أحيل على التقاعد سنة 2012. رحم الله الراحل عياد العزاوي، الرجل التدريسي، الرجل الخلوق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وطلبته الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.